أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لكن ليعلم أن الغيبة كما أسلفنا خطرها عظيم، لكن لو أن إنسانا قد علم بوصف لا يعرف إلا به كالأعمى أو ما شابه ذلك فلا إشكال في ذكره، لأنه لا يعرف إلا بهذا الوصف بشرط ألا يراد أن يحتقر، وإن من باب الإخبار وهو لا يكره. ولذلك ثبت في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اذهبوا بنا نزور البصير. البصير رجل أعمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نزور البصير، لأنه لا يعرف إلا بهذا الوصف وليس فيه منقصة ولا يكره ذلك.